ومن بيروت معنا مراسلة القاهرة الإخبارية فاطمة رسلان. فاطمة، بالمؤتمر الصحفي لهوكستين نستطيع أن نقول بأن زيارته انتهت مع المسؤولين اللبنانيين؟ لم تنتهي هذه الزيارة إلى لبنان، بل هو الآن يعني في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هنا، حيث أتواجد في السراي الحكومي لاستكمال هذه المشاورات والتشاورات بما يخص ما يحمله في جبهته، وتحديدا وقف إطلاق النار. أبرز ما جاء، يعني طبعا أذكر أنه هوكستين انتقل من عائلة تيني، حيث يعني صرح في عائلة تيني بتصريحات حول الاجتماع الذي حصل وما كان يحمله، وهو الآن يجتمع هنا طبعا في سراي الحكومي بانتظار أيضا أن يصل بعد قليل الأمين العام لجامعة الدول العربية. ولكن أبرز ما جاء في كلام المبعوث الأمريكي هوكستين هو كلامه عن القرار 1701، حيث دعا إلى تطبيقه بشكل كامل وفوري، كما أنه جاء يعني تصريح ربما نقول أنه متضارب باعتبار أن القرار 1701 غير كافٍ، لذا يمكن يعني يريد أن يموه أو يقول أنه يريد أو تطلب أمريكا أو الاحتلال الإسرائيلي تعديل هذا القرار المرفوض تماما حتى هذه اللحظة، إن كان من رئيس مجلس النواب نبيل بري أو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي صرح منذ بعض الوقت في حديث صحفي إلى على أنه لن يقبل بالمساس بالقرار 1701، وأنه أن لبنان ملتزم بتطبيق هذا القرار وبتعزيز الجيش اللبناني عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لفت أيضا هوكستين إلى أن الوضع في لبنان خرج عن السيطرة بعدما كانت هناك محاولات حديثة لإبقاء الأمور يعني تحت السيطرة، إلا أن الوضع الآن خرج عن هذه السيطرة، وأشار إلى أن المجتمع الدولي إذا طبق لبنان القرار 1701 ملتزم بإعادة الإعمار في لبنان وبسط يعني الأمن والسلام، ولم يتطرق إلى موضوع ما هي التعديلات التي تطرأ على 1701، إلى أنه قال أنه يعني يتابع باجتماعات ولقاءات حثيثة ومشاورات مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني للوصول إلى اتفاق. لكن نعم، لكن فاطمة، عقد المؤتمر الصحفي لهوكستين بعد مناقشات في شأن هذا الموضوع مع بري، وقبل أن يكمل زيارته مع الرئيس ميقاتي، ربما أعطانا انطباع بأن الرأي الرسمي اللبناني قد تحصل عليه هوكستين بشأن هذه التعديلات أو حتى الوثيقة، وثيقة المبادئ الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، بأنه لم تلقى صدى. نعم، من الواضح على أن لبنان يعني قال ويقول منذ وقت سابق وحتى هذه اللحظة أنه ملتزم بالقرار 1701 بما تضمنه من مندرجات ووقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وتعزيز دور الجيش واليونيفيل من دون التطرق إلى وجود عناصر أخرى غير اليونيفيل، أي عناصر متعددة الجنسيات أو قوات متعددة الجنسيات. القرار الرسمي والوحيد والأخير حتى هذه اللحظة هو تطبيق القرار 1701. هذه يعني اللقاء الذي قام به أمس هوكستين في عين التيني، والذي يعني كان متوازن أيضا مع لقاء آخر وهو للأمين العام يعني لجامعة الدول العربية، حيث سينتقل أيضا أحمد أبو الغيد إلى السرايا الحكومي، وسيلتقي ميقاتي بعد قليل بعد دقائق قليلة، حيث صرح منذ بعض الوقت من عين التيني بأن القرار 1701 بشكل منفرد. فاطمة، فقط نفهم معك تفاصيل وترتيبات الزيارة. الأمين العام لجامعة الدول العربية سيلتقي بالرئيس رئيس الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي أثناء تواجده أو زيارته ولقائه مع هوكستين.
لا لا، هو التقى هوكستين عندما كان هوكستين في عين التيني ويلتقي نبيه بري، والآن هوكستين لا يزال متواجد في سرايا الحكومية. نعم. لا نعرف ماذا كان سيصل أيضا في زيارة يعني متوازية مع زيارة هوكستين إلى هنا، وسيحصل اجتماع ثلاثي، ولكن المؤكد أن أحمد أبو غاد هو في طريقه إلى سرايا الحكومية، وهنا أيضا لا يزال يتواجد هوكستين، ولا نعرف ماذا كان سيصرح. ولكن أبرز ما جاء على يعني لسان أحمد أبو القيد من عين التيني هو أن ما يحصل في لبنان من اعتداءات إسرائيلية محزنة جدا، وأن جميع الدول العربية ترفض أي اعتداء على الأراضي اللبنانية، وتطلب أيضا الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأن تطبيق القرار 1701 هو القرار المحوري والرأي الأخير حتى هذه اللحظة. ننتظر أن يصل، سننتظر ننتظر أيضا أن يخرج أمس هوكستين من الاجتماع مع نجيب القاضي، ونرى إلى ماذا سيتصل هذه الاجتماعات واللقاءات. سننتظر معك طبعا فاطمة ما الذي سيرشح بعد هذه اللقاءات. أشكرك جزيلا من بيروت فاطمة رسلان مراسلة القاهرة الإخبارية.